متابعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. بعد انتخابات تاع 8 شتنبر 2021 وقع واحد الصراع، واحد شد الحبل خلال تشكيل المكتب المسير لمقاطعة مراشد بالدار البيضاء. البعض اعتقد ان يعني مباشرة بعد تشكيل تاع المكتبة هذاك الصراع غادي يترجم للخدمة والعمل باش نقضوا هذه المنطقة تاع مراشد في الدار البيضاء من الحالة تاع البؤس والحرمان اللي تتعيش بها. ولكن مرور سنة تقريبا على الانتخابات ما تلاحظش واحد الشيء الكبير داخل هذه المقاطعة هذه. من باب المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء نستضيف السي أنس الحدادي، عضو مجلس مقاطعة مولاي رشيد وأيضا عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل استفسار لديه النقاش حول المشاكل الكبرى التي تتعرفها هذه المقاطعة هذه. السي أنس مرحبا بك. شكرا لك سي بوستا وشكرا لقناة أنفاس بريس على الاستضافة. سي أنس، مقاطعة مولاي رشيد يعني هي مجال واحد الفضاء تاع الثروة، يعني كيف منطقة صناعية كبيرة من أهم المناطق الصناعية المساومة ديال الدار البيضاء، ولكن رغم ذلك تنشوفوا هذه المنطقة ما قدرتش تخرج من البؤس والمشاكل والتهميش اللي تتعرفوا هذه المقاطعة، علاش في رأيك أنت؟ فعلا سي بوستا، منطقة مولاي رشيد هي منطقة تتوفر على منطقة صناعية كبرى. للأسف الشباب المنطقة ما تستفدوش بالدرجة الأولى من المنطقة الصناعية، بحكم أنه يعني ما كاينش توجيه، ما كاينش دبلومات، ما كاينش عدد ديال الأمور. لكن مقاطعة مولاي رشيد هي في حاجة ماسة إلى النجاعة في التسيير والتدبير، وخاص جميع الفرقاء وجميع المؤسسات يعني تدخل في التسيير ديال هذه المنطقة وتدخل كذلك في حل المشاكل الكبرى لهذه المنطقة. يعني هذه مقاطعة مولاي رشيد اللي هضرنا غير على نظام وحدة المدينة من 2003، ما كانش فيها النجاعة تاع التسيير، ما كانش فيها النجاعة على مستوى التدبير، ما كانش فيها منتخبين اللي عندهم كبدة على هذه المنطقة ولا شنو. للأسف كنشوفوا على أن المجالس كتمارس فيها السياسة أكثر من الإنجازات، يعني في كل مرحلة من المراحل كيجيو منتخبين، ما غاديش نعمم، ولكن أغلبهم تيسيروا بواحد الطريقة اللي كيشخصنوا فيها الأمور، وما تتكونش واحد الرغبة باش أنه تكون واحد الإنجازات من أجل المصلحة العامة. ولهذا فإن حزب التجمع الوطني الأحرار في الاستحقاقات الأخيرة ارتأى باش أنه يدير لائحة 100% شباب، من أجل أننا نحاولوا نخلقوا نخب سياسية جديدة اللي من شأنها أنها تضخ دماء جديدة في المجلس ديال مولاي رشيد. لكن للأسف ما حالفناش الحظ باش أننا نكونوا كنسيروا المجلس. هضرت على الانتخابات وما بعد الانتخابات تاع 8 شتنبر 2021، هذاك الصراع اللي كان ما بين مجموعة من الأحزاب السياسية على مستوى مقاطعة المراشد، اعتقد البعض أن من بعد تشكيل المكتب غتكون واحد القفزة نوعية لهذه المقاطعة، ولكن الواقع هو الواقع، لم يتغير شيئا. فعلا سنة من تسيير ديال المكتب المسير ما كنشوفوش إنجازات كبرى، ما كنشوفوش مشاريع كبرى، وما كاينش وضوح في الرؤية المستقبلية. يعني الرؤية غير واضحة، وكاين واحد الضبابية في التسيير، وما كاينش واحد الرهان يعني على المشاريع الكبرى اللي من شأنها أنها تنقذ المنطقة. اليوم كنشوفوا على أن المكتب المسير باعتباره هو المسؤول الأول على التسيير داخل المجلس تعقد واحد اللقاء مع عمدة الدار البيضاء في مجلس المدينة، وللأسف هذا اللقاء كان يقتصر فقط على بعض يعني الأعضاء من المكتب المسير، وفي حين أن جميع اللقاءات اللي قامت بها السيدة العمدة في مختلف المقاطعات كانوا لقاءات تواصلية يعني في المقر ديال المقاطعة بحضور كافة المكونات ديال المجلس أغلبية ومعارضة، في حين أن في مولاي رشيد كنشوفوا دائما الاستثناء. هضرت على عمدة مدينة الدار البيضاء، عمدة مدينة الدار البيضاء هي من التجمع الوطني الأحرار، يعني وانتم كما قلتي درتوا لائحة حزب التجمع الأحرار، لائحة تاع الشباب، واش ما تواصلتوش مع هذه العمدة تاع الدار البيضاء؟ خاصة دابا التجمع الوطني الأحرار هو اللي تيقود الحكومة، تيقود البرلمان، تيقود يعني عنده أغلبية في جميع المجالس المنتخبة. فعلا كان رد الفعل ديال الإخوان أعضاء التقدم والشراكية وكذلك أعضاء التجمع الوطني الأحرار، وقمنا بواحد البيان
اللي كنطلبوا من خلاله باش ان السيده العمده تجلس مع باقي اعضاء المجلس، لان حنا عندنا مقترحات، حنا صوتوا علينا الناس، بل ان حزب تجمع وطن احرار ظفر بالمرتبه الاولى داخل المقاطعه، وكان واحد العدد مهم من الناس اللي تقوا فينا وصوتوا علينا. دونك عندنا بزاف من 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 وصلوا، عندنا بزاف من اقترحوا. البيان الاخير الى لاحظتوا راه كان فيه واحد طلب مباشر للسيده العمده باش انها تجلس مع المكونات اللي بين قوسين تيقولوا المعارضه، ولكن حنا ما كنعتبروش راسنا معارضه، يعني المعارضه ما تنديروهاش من اجل المعارضه ولكن تنديروها من اجل البناء. البعض يقول بان المجلس مقاطعه عمول رشيد الان ما يقدرش يدير ديك القفزه النوعيه لمنطقه عمول رشيد، ولكن خاص المجالس كلها تاع الدار البيضاء، لا مجلس الجهه، لا مجلس العماله، لا مجلس مدينه الدار البيضاء، باش يوجهوا الرادار ديالهم لهذه المنطقه هذه. واش تتفق مع هذا الراي هذا؟ فعلا المنطقة في حاجة ماسة لتدخل كافة الفرقاء وكافة المجالس، وفي حاجة كذلك المسؤولين يعني يتحملون المسؤولية ويكون عندهم الرغبة باش أنهم يفكوا العزلة على ذيك المنطقة. احنا كلنا أيدي ممدودة باش أننا نساهموا داخل المجلس بأفكارنا، بوقتنا، بمجهودنا، بتجربتنا المتواضعة بطبيعة الحال، لكن شريطه انه تكون الرغبه، لان الا ما كانتش الرغبه راه ما غتكون حتى شي حاجه. ونتجاوزوا المصلحه الخاصه، لان اغلب المنتخبين اللي كينجحوا في المقاطعه للاسف اون فوا تينجحوا يعني تبدا تصفيه الحسابات، تيبدا الانسان تيوجد المرحله المقبله. يعني ما تيشوفش المواطن، تيشوفش المواطن والاحتياجات ديالو في المرحله وهذا، بل انه تيشوف انه خصو ينجح في المرحله الماجيه، وكيبدا كيوجد لها واحد الطرق اللي للاسف ما تتكونش يعني ما تتكونش بالطريقه اللي خصها تكون بها. المنافسه الشريفه بطبيعه الحال ما بين كافه الاحزاب هذا امر طبيعي داخل جميع يعني المجالس، لكن خاصنا نغلبوا المصلحة المواطن وتكون عندنا كأولوية. اليوم كنشوفوا على أن فعالية المجتمع المدني في المنطقة ولا المواطنين ما تتوصلهمش المعلومة، ما تعرفوش يعني فين وصلت المشاريع المتعثرة داخل. بالنسبة لك شنو أهم المشاريع اللي تقدر تخرج المقاطعة من البؤس والظلام اللي تتعيش فيه؟ أولا بعد المنطقة كتعاني من البطالة. وهنا ملي كنقولوا البطاله تنقولوا واحد المشكل يعني مشكل ديال الدوله، يعني ماشي مشكل يقتصر فقط على مولاي رشيد، يعني كافه المناطق النائيه، مشكل البلاد كلها ولا هذا كيكون عندهم مشكل. ولكن انا غنتكلم على مولاي رشيد. مولاي رشيد يجب على المجلس ان يدعم المقاولات الشابه، يدعم كذلك الافكار الجاده لدى الجمعيات، ويكونوا المنح للجمعيات الجاده اللي من شانها انها تخلق فرص شغل لشباب اخرين. كنعرفوا على ان البلد في ازمه، فعلا ازمه اقتصاديه كبرى، ويعني بهذا اللوطو اللي تزاد دابا اللي صادق عليه اللي اعلن عليه صندوق البنك المغرب، حتى الانفستيسمون في البلاد غيقلال، يعني الشركات ما يبقاوش يهبطوا انفستيو. دونك هنا خاص نخلقوا مقاولين شباب، وهاد المقاولين باش نخلقوهم خصهم توجيه، خصهم دي فورماسيون، خص لي اوريونتيهم، خص فين يعرفوا يدخلوا فين يخرجوا. ولهذا تشوف انت هذه مهمه تاع المجلس ولا مهمه؟ هذه مهمه تاع المنتخبين، ومهمه كذلك حتى يعني حتى الناس اللي ساهرين على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. علاش كنقول لك هذا واحد الملف يعني معقد، خص تدخل جميع الفرقاء باش انهم يقدروا يقوموا يعني تكون واحد النتيجه. قلت البطاله هي المشكل الاول، لان ملي تهبط عند المواطنين وكتواصل معاهم تتلقى دائما كل شاب في اسره ما خدامش، خصوصا في منطقه مولاي رشيد، لاعتبارات متعدده ولاسباب وظروف عائليه، الفقر، الهشاشه، الشباب ما تيكملوش قرايتهم، وهذا الشيء كنشوفوه دائما. دونك هاد الشباب خص يتم الادماج ديالهم في السوسيال، خاص كل شاب مثلا نجيبه ونقول له انت شنو كتعرف دير، شنو 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 ممكن انك، واش ممكن انك تجاري واحد المشروع معين، كيقول لك اه، نكريو ليه واحد لاسوسياسيون، نوجهو، نجيبو ليه واحد شويه ديال الدعم. هذا فيما يخص يعني جانب المقاولات. الجانب الرياضي وهو المتنفس رقم واحد في المنطقه، وكنعرفوا على ان اولاد مولاي رشيد كلهم كيعجبهم يلعبوا الكره. الطريقة التي يسير بها الملاعب القروية للأسف طريقة غير صحيحة،
وغير سليمه. كنشوفوا على انه تيتم التسييس ديال الرياضه في المنطقه. حنا يجب على جميع الاعضاء باش انهم يحاولوا باش ان يحسوا المواطن بان راه المجلس قريب منه. ما نتعاملوش فقط غير مع الجمعيات، نحاولوا نتعاملوا مع الشباب كافه داخل تراب المقاطعه، ونحاولوا ناطروهم في دوريات في تكاوين على المستوى الرياضي. نحاولوا باش ننظموا تظاهرات رياضيه كبرى اللي من شانها انها دير واحد النوع من التحسيس والتوعيه. كاين واحد السوق ما كاين فيه كتعمل رشيد، هو سوق المسيره. ما يمكنش تهضر على مولاي رشيد بالدار البيضاء ما تهضرش على السوق تاع المسيره اللي هو يعني الحال ديالو ولا مستحصي. انتم كمجلس واش طرحتوا السوق في الدوره تاع المجلس؟ فعلا وفي اخر دوره اللي ما قبل الاخيره اللي كانت على تصميم التهيئه، وعبد ربي طرح مداخله في الدوره على اساس انه يكون اسواقنا نموذجيه داخل تراب المقاطعه. كنشوفوا على انه ما كاينش اسواق نموذجيه بتاتا، وكنشوفوا حاجاتكم المواشي متعدده داخل تراب المقاطعه، وبل انهم كيديروا واحد لو ديرونجمون كبير للسكان. كتلقى يعني مواطن ساكن هو وليداته، تتلقى حاجكم ماشيه حدا الدار ديالو، وهذا يعني ما كاينش حتى ابسط كاين البداوه، باقا البداوه وما كاينش حتى ابسط المقومات ديال ان الانسان يعيش غير بكرامه بعدا. يعني غير الكرامه ديال الانسان نحفظوها ليه. دونك هذوك المواشي، وانا من هذا المنبر كنبغي نشكر السيده الرئيسه مجلس مدينه الدار البيضاء اللي دارت واحد المبادره وهزات واحد الرهان ديال انها غادا تحاول باش انها تنقي الدار البيضاء، لان الدار البيضاء من هنا لواحد ديزون تنشوفوا واحد سمارت سيتي، كنشوفوا يعني كقطب اقتصادي يعني اللي هو القاطره ديال المغرب. دونك ما يمكنش نكونوا غاديين كنتمشاو في كازا وكنشوفوا كرويله باقا غادا وهزه الناس، يعني داكشي ديال القرى الوسطى. دونك المجلس خاص يشوف وعاء عقاري، ونحاولوا نخلقوا للناس اسواق نموذجيه. فعلا الاسواق النموذجيه والتسيير ديالها يبقى امرا معقد، لان اي واحد غيبغي وغيجي بغي يستافد من البلاصه، ولكن نحاولوا نلقاو شي صيغه باش اننا نحصيو هاد الناس اللي كاينين داخل المقاطعه شحال بيهم وشحال من ماشيه كاينه، ونحاولوا نلقاو معاهم شي حل باش ان على الاقل هذوك المواشي ما يبقاوش، لان ما كيشرفناش باش اننا ندخلوا المقاطعه منير شيد ونلقاو فيها مازال، لان هذاك الشيء كثير بزاف صراحه. دونك انا تيبان لي على ان الاسواق النموذجيه غادي تكون جزء من الحل ديال هذه المساله، خصوصا سوق المسيره اللي كتعتبر من اكبر الاسواق داخل تراب المقاطعه، واللي فعلا الناس راه كتاكل وتشرب منه، لان الناس الله يحسن العوان ما عندهاش فين تمشي، ما عندهاش فين تخدم، ما عندهاش فين هذا، لكن يكون داك الشيء مقنن ويكون بواحد منظم. يعني من يدخل داك السوق تلقى مثلا بنيات مقاده، ما تلقاش الحمير، ما تلقاش ناس مفرشين في الارض، هذا الشيء ممكن يدار بطبيعه الحال تنسيق مع السلطات. سي انس شكرا جزيلا على قبول الدعوه وتتبعي قناه الفاسبرات. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.